السلام عليكم خوتي وجريدة الفجر المغربية، كنشكركم وكتسوني خويا على المستجدات، عيطوا لينا واستمعوا لينا، وكنشكروا الفرقة الوطنية اللي كانت معنا في التحقيقات وداك الشيء. وحنا غادي المسطرات غاديين هكا قانونيا وهادشي، وكنسمعوا دابا ولينا كنسمعوا بزاف، ولينا تنسمعوا بان شي دواء ولا فيها تزوير ولا فيها ما عرفت شنو. والنسبه انا بعدا ما بالنسبه لي انا ما عندي ما ندير بهذاك بعدا داك الدواء اصلا، حيت انا هي عايشه بخير، علاش غادي ناكل هذاك الدواء ولا غادي ندير شي ورقه؟ كنت كنستعمل هذاك الدواء ولا كنت كنستعملو في الماضي، كنت بزاف مني كنت ايامات من نقول ايامات الحماق وهذيك كنا شي كنت ناكلو. دابا لا، دابا وليت تنلهي راسي، كنمشي للسوق تنتلها، كنجي كنشتغل هنا في محل عندي، صافي هادشي هي اللي ولات. واصلا ما عندي حتى شي ورقه بعدا في هذاك الوراق اللي كتقول هي ديال التزوير، انا ما بعدا القانون راه كاين ويدير البحث ديالو بان واش انايا عندي شي ورقه مع شي طبيب، مع شي طبيب نفساني شي حاجه، انا ما عنديش كاع شي وثيقه ولا عندي شي ورقه، ولا ما عمرني مشيت عند شي طبيب. مازال ملي كنت في السجن وكنت داخل السجن كنت نتبع، كنت متبعه كناكل الدواء في السجن هادي صافي. مني خرجت صافي بعت من الدواء، بعت من بزاف د الحوايج، مشيت للسوق. ما فهمتش السيده علاش كتهان فينا، واش انت فقاد انت كتقلبي على كما كتقولي على الحقيقه ديال بنتك وتابعي اللي حنا قتلنا لك بنتك، وليتي شويه كتخرجي بانك الدواء، وليتي انا مشيت وشت وكيفاش، وكنت ورا البوليس، وكنت واش اللي تيديري يدو شي حاجه؟ القانون تيدير خدمته، القانون رفوك كل اي حاجه والله فوق كل شيء، سمعتيني؟ لو اللي دير اي وحده دير يدها في شي حاجه راه القانون ما كتخفى عليه حتى حاجه. خديجه راه عارفين كل واحد شنو تيدير، اللي غتجي انت وتقولي هادو كيزوروا ولا هادو عندهم الوراق ولا عندهم هادو، راه كاين القانون، القانون راه تيدري، راه كيجري مجرى وكيشوف اي حاجه قدامه. تبعي حقيقه كما تقولي ديال بنتك، اما باش تبقاي تجيب لنا اتهامات وتجيبي اتهامات من هنا وتجيبي هنايا، راه هادشي حتى انت غنتابعوك عليه. انا خصوص انا بعدا غادي نتابعك، حيت انا ما كناكلش هاد الدواء، وكنطالب بان الدم ديالي، كنطالب بالدم ديالي دار لي خبره واش انا باقا تناكل الدواء ولا كناكل هاد الدواء ديالي. تتهمك تتهم بان حنايا بان تتهم بان عباد الله تيزوروا الوراق. ما فهمتش هاد السيده كيفاش تقول هادو كيزوروا هادو كذا هادو كذا، ما فهمتش كيفاش خرجت هذاك الفيديو اللي قالت. والحمد لله بعدا مني بكات، وهذاك البكا اللي كبكي اللي بكات هذيك راه الحقيقه اللي عطاها اللي عطاوها السلطات، لان قالوا لها شنو بنتك باش ميته بعيده منك عباد الله، حنا اللي كتهمي فينا وكتشوهي فينا. خليك متبع القضيه ديال بنتك، واللي كيدير يدو في شي حاجه راه غيمشي للحبس، فهمتيني؟ القانون راه كاين باش تنوضي انتيا وتبقاي علينا. لا دوك راه مجرمات، باش مجرمات عندك شي اثبات مجرمات؟ حنا انتوما القانون عطاكم المباراه ديالكم؟ لا حنا دابا في التحقيقات، حنا عيطوا لينا استدعتنا الفرقه الوطنيه الله يجازيها بخير، الله يخلي لنا السي الحموشي، عاش الملك بعدا على هادشي على داك التحقيقات، داكشي اللي دايرين اي دايرين الواجب اللي كتقول لك هي القانون ما دايرش المسطره ديالو، القانون داير المسطره ديالو واستدعاونا. وكاينين البنات اللي كتقول هي ما بغاوش يبانوا، في خافوا من البشر وما خافوش من الله. لا علاش هذوك البنات ما بانوش؟ حيت هما راه عندهم اسر، هما عندهم عائله، هما بزاف اللي كتقولي لا مشاو القانون غيمشيو، كل وحده فيهم مستدعاها القانون غادي تمشي بالواجب ديالها وغتعطي الواجبات ديالها، واي حاجه شافتها غادي تقولها حيت انتي جبتينا. واش الهضره اللي كتقول هي واش ازمتك شويه نفسانيا؟ ازمتني بزاف، اضطريت انا مبقيتش غير تنبغي نخرج كاع بزاف، وخا السوق وهادي مبقيتش تنبغي نمشي للسوق كاع بزاف. علاش كوتا؟ اضطريت على ولدي هاد المشاكل هادي. انا ولدي دابا ولا تيقول لي ماما جلسي في الدار، انا ندير يلاه، ولدي صغير ولا تيقول لي سيري ماما للدار بلا ما تجي للسوق. علاش تيشوف الناس هادي ما تيبغينيش؟ ولدي في خبارك ما بغانيش كاع نصور كاع فيديو ولا في السوق، تيقول لي لا كونوا خدامين ما تصوريش. علاش؟ حشومه عليها كما كتقول لي انا ما هو في داري ما هو في كرجي. شوفي عفو ولادنا، تفكر هذاك الزوين اللي كنا كنديرو، فهمتيني؟ اللي اضطريتي باغا تصيفطينا للحبس وحنا ما دايرين والو، بخصوص عاوتاني انايا كنت نتعامل معاك زوين، ما كنت نخليك خديجه
اي تعاون كنت تبقاي فيا وكانت تبقى فيا حتى بنتك، انا كنت كنتعامل معاك على وجه البنت. العلاقه اللي كانت تجي معاك انت وبنتها؟ بنتها كانت بيناتنا كانت تجي مسكينه، كنكون انا شخصي معاها حيت كنت شاده البيت حدا امها، فهمتي لي؟ كانت علاقه البنت زعما عادي بيه خير تجي مسكينه تغسل معنا تقدر تدوز معايا معنا، فهمتيني؟ مسكينه تجمع كانت تعرف البنت مقابله الام، خاص الام خاصها تلقى تقدر خديجه انا كتكون معصبه تكون هذه مديره، وحق الله العظيم تقدر تتعامل مع خديجه ما عرفتش اللي عندي نعطيه لها باش تسكت باش ما تبقاش تناقر مع بنتها على الصباح ولا هذه. تعاملت معها احسن تعامل كنت نتعامل مع خديجه، كنت اي حاجه كناخذها كناخذها لها معايا. مازال بنتها كانت تبارك الله عندي طويله شويه كنت نشري ليها مازال خديجه قدي قدها، الاخرى لما كانت البنت ما كتلبسش قدي كنمشي كناخذها حتى هي جديد معانا. كنت نتعامل مع ديك البنت بحال بنتي، وديك السيده كنت حاسبها بحال اختي، واخا كانت في الماضي كنا بزاف الحوايج وبغات ترجعني ليهم، ولكن انا ما بغيتش نرجع ليهم حيت هي شافتني شنو هي براسها كتقدر فيا بحال كملت ساكنه حداها، كتشوفني جات تعي 400 ولا 1000 ولا هذه ولا عيط لها شي حد ولا شي حاجه تقول لي توتر يلاه صاحبتي دوشي الصباح صبحيه هذيك بخير وهذي. لا اختي انا باغا الحلال، حيت الحلال لقيت فيه راحتي، وكنجي كنمشي نضرب شماره وتنجي وتنحط راسي وكنحطو مرتاحه ما كنحطوش خايفه. كل وقيت ناضي ولا يلا هذه ولا هذه، وانت عارفه خديجه عارفه فين نصرف ليك، انا الحلال لقيت فيه راحتي ولقيت فيه ولادي مجموعين عليا. اللي كتقولي ولادي عاوتاني لا حول، انا ما لايحاش ولادي، انا واحد في دارنا وواحد ها هو عاد جدته كنجيبو من العطله للعطله، فهمتيني؟ باش ما نجلسش هذاك انت اللي فين معيشه ولدك، انا ما يمكنش نجلس ولدي كما معيشه انت ولدك اللي كتقولي ولدك بغيتي ديريه. ولدك حاجه وحده نقولها لك غتخليه لباه، الا بغيتي تنقضي هذاك الولد كما دايره انا، علاش انا اصغر منك؟ وشوفي شنو وشوفي عقليتي كي غاده. ها اللهم ولدي بشي انا كاريها بيت تيجيب لهم الله سكنتهم وغادي نجمعهم، انا ولدي نخليه عند باه ما يشوفنيش انا ولدي جالسه كندير شي حاجه ولا نهضر في التليفون ولا ندير هادي ولا هادي. لا خاصني تنجمع ولادي وندير لهم سكن وكل واحد وبيته، عاد نجمع ولادي عليا، وداكشي اللي عشته ما غنعيشوش مع ولادي. انت اللي كتقول لي ولدك لايحه، انا ما لايحاش ولدي، ولدي كنجيبو من العطله للعطله تيقرا، ما يمكنش نضيعو كيما ضعت انايا وخوك كيما غادي يضيع ليا حتى هو في السوق. ما ندمتيش على داكشي اللي دوزتي؟ انا ندمت اخويا بزاف. تصور اخويا امين رجعت راسي دابا من 2017 خرجت، رجعت راسي نقيت راسي، ولكن هذا راس العام هذا وسخت راسي. فهاد شهر جوج اللي جيت سكنت حدا خديجه وقلت دارت عقلها، لا ما دايراش عقلها، كتحب داكشي باقي ديال البنات، باقي البنات دابا ولا التليفون ولا شي ديال الالكترونيك راه بزاف خديجه، مشات كيما خلاوها مشات ساعتك، مشات عرفتي علاش؟ حيت جا التليفون فقه الناس وعى الناس بزاف الحوايج. واللي كتهضري انت على التيك توك، تيك توك انايا التيك توك هذا زاد وراني بزاف ديال الحوايج، وحنا هذاك التيك توك تنديروه تنوريو فيه الناس البنات المغربيات واللي مدوزات وكيفاش تيمشيو تيرضاو ب 20 درهم في السوق في التيك توك، تنبينو الناس زعما شوفوا البنات المغربيات شنو كيدايرين مدوزات وهما داروا عقلهم، وتا اللي تيعرفونا بعدا ما يبقاوش مدين عندنا واحد النظره خايبه. داكشي علاش تيك توك وكان جازي الناس ديال التيك توك، ومني جات بقيت تقولي نندورونسات عرفت تنقول نندورونسات اللي كتقولي انتيا كيتصوروا وتيديروا وتنفعلوا وتنتركوا، انا بعدا ما عنديش بعدا هاد نندورونس ما حافظاهاش، حتى سميتها ما تنعرفش نقولها، تخاطر معاكم باش ما بغيتو هاد نندورونس ما تعرفش نقولها. اللي كتبقى تقول لك تتصوروا الوراق تديروا تتفعلوا، خديجه خلي القانون راه غادي. وكنشكروا السي الحموشي وجلالة الملك ووكيل العام، كنشكروا الناس اللي زعما كنشكروا السلطات اللي جرونا من بزاف الحوايج اللي باقا كتهضر كتقول لك الدواء وكتقول لك كذا وكذا، هادشي ما بان لي ما بقاش في اخباركم، الدنيا تنقات. بعد انا بعدا حين بيعات كان حين بيعات مشكله في واحد الوقت، دابا لا تخرج البنت بابي هو تيبقى محلول متراع ما بقاش هذاك الشيء كي كان،
تنشكروا السي الحموشي، علاش؟ حيت دار القانون ودار هادشي هذا، وكل واحد اللي تيدير شي حاجه كيمشي تيتعاقب عليها. هذه الحمد لله الدنيا ولات زوينه، ولينا نخرجوا، ولينا نتسارى، ولينا بزاف ديال الحوايج، ما بقيناش تنشوفوا داكشي اللي كنا كنشوفوا شحال هذه الاعتداء وهادشي وهذا. هادشي فين باقي؟ باقي في خديجه، هي اللي باقي فيها هادشي هذا. وهذيك السيده راه خاصها، السي الحموشي كنشكروك بزاف على هادشي. هاد السيده هادي راه خاصها توقف، ولا تمشي لسبيطار الحماق، وحده في الجوج، يا اما توقف يا اما تمشي لسبيطار الحماق، حيت هاد السيده راه بزاف نعذروها. اه كبدتها بنتها، اه ولكن هاد السيده راه فاتت الحدود بزاف، ولا دايره فيها هي كلشي، ولا دايره فيها هي كلشي اخويا من، ولا دايره فيها هي كلشي. هاد السيده هي قريبه توصل لهادو، خاصني نشوف اللي شكون اللي مدعمكم، وانا خاصني نوصل. ما فهمناش هاد السيده هادي، راه ما فهمناش منها، حنا حمقاتنا معاها. ما بغاش تستوعب بان بنتها راه ماتت بالمسممات الفئران، راه ما بغاش تستوعب هادشي هذا. وكنشكروا جاريه مغربيه، وكنشكروا الناس المساكين اللي مدعمينا واللي متبعيني الناس في التيك توك، واللي تيزيدوا بيا شويه، تيبقاو يزيدوا المعنويات ديالي. وكنرجع ما ترجعيش داك الشي الطريق اللي كنتي فيها، تتعجبينا في الطريق اللي غادا فيها بخير في السوق، عيشي هكا، شاركي معنا هذا الشيء. انا راه عندي القناه دابا كوثر السلاويه شحال دابا، عندي راه عام من نقول من ايامات شي المشاكل ديالي ديال الدوار، لحقت فيها فيديو صافي وخليتها، ما بقيتش كاع تسوقت. انا ما مسوقاش هذا البوز، كي كتقول هي باغا البوز، باغا هذا الشيء هذا. ديك السيده راه باغا عيط تبقى تفضح فينا وتبقى تشوه فينا بزاف. هاد السيده من جات تهمنا من قضيه ما شداتش ليها قضيه القتل، دورتها الاقراص مهلوسه والزوير. شنو بغات السيده؟ شنو اخويا امين؟ ما فهمناش حنا السيده شنو بغات. الرساله ديال الكوثر الاخرى، الرساله الاخرى ديالي كنطالب الراي العام باش يدير تحقيقات مع هاد السيده هادي، راه بزاف هاد السيده، راه ولات دايره فيها هي كلشي، راه بزاف هاد السيده هادي، راه ما فهمناش. لا كانت حمقى تمشي لسبيطار الحماق، ولا كانت لا كانت لسات تمشي للسجن. هاد السيده راه خصها تتعاقب،